مشاهدينا، ننتقل الآن إلى وقائع مؤتمر صحفي لبعض الأحزاب والقوى السياسية ردا على تداعيات ما حدث في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع. ابقوا معنا. استفتاء هذه حجة باطلة، صحيح المادة مستفتى عليها، لكن الاستفتاء دائما له وظيفة. نحن نلجأ إلى الاستفتاء على أمور خلافية. هذه المادة لا يختلف أحد في مصر على أنها تفتح باب الجحيم، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى استفتاء. الناس يجرون استفتاء عندما يكون هناك خلاف على أمر من الأمور. من الذي يختلف الآن وخصوصا بعد ما حدث في هذا اليوم أن استمرار تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية يعني أن هذا البلد يمكن أن يغرق في بحر من الدماء؟ من الذي يشك في هذا؟ ومن الذي يحتاج إلى استفتاء؟ إذا كان هناك إجماع أو ما يشبه الإجماع تنتفي الحاجة أصلا إلى استفتاء، حتى لو كان القانون أو الدستور يلزم بالاستفتاء. الاستفتاء يكون عندما لا يكون هناك يقين بشأن أمر ما. هذه هي وظيفة الاستفتاء. فأنا لابد أن ننبه وأن نحذر مرة أخرى إلى أن استمرار تحصين هذه اللجنة بأشخاصها الذين يعرفهم الجميع ويعرفون ما الذي يمكن أن يفعلوه، وحتى لو كانوا كلهم ليسوا فوق مستوى الشبهات، لكن هناك شكوك فيهم، وهناك شكوك في هذه الطريقة التي ستجرى بها الانتخابات. من الذي سيتحمل مسؤولية ما سيحدث في ذلك اليوم إذا كان من يتحمل المسؤولية يتنصل عن مسؤوليته عما حدث اليوم؟ هناك اليوم عدد الضحايا يتجاوز العشرة، ولا نعرف إلى أي مدى سيصل الأمر، لكن في النهاية بإذن الله وإن شاء الله وبوجود كل المخلصين من هؤلاء الناس وغيرهم ومنكم جميعا سنستطيع احتواء هذا الموقف. لكن ما الذي يضمن أن يتمكن أحد من احتواء مشهد قد يكون عشرات أضعاف هذا المشهد إذا أعلنت الانتخابات وحدث احتجاج عليها من جانب عدد من المرشحين؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي ننتظره؟ هذه المادة استمرارها كارثة، وتغييرها أو تعديلها لا يحتاج إلى استفتاء. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نستوعبه اليوم. شكرا. أستاذ عمرو درويش، الاتحاد العام للثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب أن أنا أقول أننا سوف نظل صامدون مستمرون، وأن شباب الثورة سوف يكون على قدر المسؤولية. نحن مع اعتصام أمام وزارة الدفاع، وبغض النظر أننا فصيل إحدى فصائل شباب الثورة غير المشارك في هذا الاعتصام، ونقدم المساعدات الطبية، لكننا نؤكد على سلمية اعتصام الشباب أو اعتصام القوى الثورية اللي موجود عند وزارة الدفاع. أود أن أقول أيضا أن شباب الثورة وأن الشعب، وكما أنه أعطى الشرعية والثقة لمجلس الشعب المنتخب لأول مرة بانتخابات شرعية نزيهة، يؤكد على أن مجلس الشعب يجب أن يطلع بمسؤوليته كاملة، وأن يخرج إلى الشارع إذا ما تعرض إلى الحرب أو الاضطهاد أو عدم القدرة على القيام بمسؤوليته، أن يخرج إلى الشارع وأن يكون في منتهى الشفافية. فنحن نحمل جميع الأطراف مسؤولية ما يحدث الآن في الشارع المصري. نحن ندعو إلى حقن دماء المصريين أيا كانت، بغض النظر الاتفاق أو الاختلاف معهم أو مع الموجودون في أمام وزارة الدفاع، ولكننا نؤكد على حرمة الدم المصري وحرمة أن تراق دماء المصريين أيا كانت وبأي جانب. نحن نطالب أيضا بتحقيق مطالب الثورة، ويوم الجمعة إن شاء الله نحن ندعو إلى مليونية في ميدان التحرير للتأكيد على مطالب الثورة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة. في الحقيقة في كلام كتير، لكن أنا سوف أترك المايك للأسئلة، ونؤكد مرة أخرى أن شباب الثورة سوف يظل دائما عند مسؤوليته. شكرا. المهندس حاتم عزام، عضو مجلس الشعب.
شكرا جزيلا. أول تحية لهذه الدماء الطاهرة، دماء الشهداء، يعني دماء خيرة شباب هذا الوطن وبناته وأبنائه الذين يعطونا كل يوم للمصريين دفعة أمل أننا لن نفرط في أهداف هذه الثورة ولن نفرط إلا أن نعيش بكرامة. الحقيقة يعني ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه أحداث العباسية بأحداث ماسبيرو، ما أشبه أحداث العباسية بأحداث محمد محمود، ما أشبه أحداث العباسية بأحداث مجلس الوزراء. الحقيقة يعني لن أذيع سراً، ولكن أعلمكم أنه بالأمس علمت وعلم كثير من الزملاء أن هناك تسريبات من المجلس العسكري أنه سوف يتم التحدث اليوم في هذا الاجتماع اللي كان مزمع أن يحدث وكلنا لم نشارك فيه عن إعادة النظر في ترتيبات الجدول الزمني لتسليم السلطة. وأنا يعني كتبت هذا الكلام امبارح مساء وتنقلته وسائل الإعلام، وأنا أعني هذا الكلام وأنا متأكد مما حدث. وكان يعني سلسلة الاجتماعات اللي بتحصل في المجلس العسكري أن يجي في آخر 10 دقائق يعني حد يقول إحنا عايزين نتكلم تاني في موضوع إعادة تسليم السلطة، ويعني تكروت المقابلة كده بالبلدي في آخر 10 دقائق، ثم يظهر لنا المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري من نواب مجلس الشعب يتحدث عن يعني تفاصيل الاتفاق اللي هو إحنا ما اتفقناش عليه. الحقيقة ده أمر خطير، لا يمكن أن تتم مثل هذه الاجتماعات التي تحدد مصير الأوطان وتحدد مستقبل مصر في المستقبل بعد الثورة بهذا الشكل، أن يكون هناك يعني 10 أحزاب تمثل الشعب فعلا و10 أحزاب تمثل أفراد من الفلول الحزب الوطني، ثم يتم حزب كل حزب بأشخاصه. فيعني الحقيقة كانت هناك محاولات أمس أن تمرر مثل هذه النقطة على الحوار اليوم هو تسليم السلطة، وأما تم أن أعلنت هذا بالأمس تراجع المجلس. لن نقبل أن يقزم البرلمان المنتخب وتصدر أزمات السلطة التنفيذية حتى يضع البرلمان في شكل يفقده شعبيته وسط المواطنين. فلجب أن نعلم جميعا أن القوى السياسية متفقة على الانتهاء من الموضوع اللجنة تأثير الدستور، وكان هناك اجتماعات لمدة 2 أسبوع وتم التفاهم مع المجلس العسكري في هذا الأمر. إنما فكرة تأجيل السلطة، وهو بالمناسبة ما كان سيطرح وتم سحبه، هو ان يعني بمناسبه اللي بيحصل في العباسيه وبمناسبه اللي بيحصل في محافظات مصر، فان المجلس العسكري يريد ان يتحدث عن اطاله الجدول الزمني. كلما قربنا من موعد تسليم السلطه يبدو الارتباك واضحا على اداره المجلس العسكري للمشهد. تم الحديث في الاول على فتح باب الترشح مع الجلسه المشتركه في فبراير، الكلام ده السنه اللي فاتت كان خريطه الطريق، ثم تم تاجيلها لما رفضت الماده 9 و10 لتتحدث عن يعني صلاحيات المجلس العسكري في الوثيقة السلمي، تم تأجيلها ل 2013. ثم بعد محمد محمود ومجلس الوزراء استجاب المجلس العسكري بالضغط الشارع لتأجيلها في شهر 6، ثم تحدث المجلس من 2 أسبوع على أهمية كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، وهو ما ينافي خريطة الطريق. إذا هذه التصرفات تضع علامات استفهام حول الجدول الحقيقية اللي بيعمل بها المجلس العسكري هذا الكلام، ليس لمصلحة الشعب ولكن لمصلحة صلاحيات محددة. نحن ندعو المجلس العسكري أن يقف مع الشعب المصري وأن يفي بما وعد به هو شخصيا من تسليم السلطة يوم 30 يونيو. وشكرا جزيلا لحضراتكم. طب ممكن انتباه بس دقيقة واحدة قبل الأسئلة، في إعلان مهم للدكتور عصام العريان. يعني عطفا على ما قاله الأخ عم أنه إحنا تداولنا قبل الخروج إلى هذا المؤتمر حول الدعوة القائمة لمليونية يوم الجمعة القادمة،
وأعتقد أن الجميع متفق على المشاركة في هذه المليونية، استمرار للفعاليات التي بدأت باسم فعاليات حماية الثورة وتسليم السلطة للشعب والوفاء بما تم الوعد به وحقن دماء المصريين. هذه الدعوة ليس فقط من اتحاد شباب الثورة أو أحد الفصائل الثورية، ولكن نحن جميعا اتفقنا على المشاركة، وأعتقد أن هذه المليونية ستكون هي الرد العملي على كل ما يجري الآن، سواء من إسالة الدماء أو التلكؤ في الموعد المحدد لتسليم السلطة أو الشكوك التي تنتاب الانتخابات القادمة. تحرير مكانة المليونية، التحرير. لا لا لا، مكان المليونية هو ميدان التحرير، المكان المعهود لنا. البرلمان لغايه دلوقتي رافع جلساته، ليه ما عدوش لجلسه طارئه؟ هذه الرغبه موجوده الان، واعتقد ان احنا سننتقل، النواب من هنا سينتقلون الى البرلمان الان لمناقشه الامر مع رئيس البرلمان، هل هناك نية أو إمكانية أو جدوى من عقد جلسة، وما الذي ستسفر عنه الجلسة، ورئيس البرلمان هو المكلف بذلك. دكتور عصام. نعم. محمد صلاح عايز أعرف تاني رئيس عربية. إحنا سمعنا البيانات اللي حضراتكم قلتوها بتعبر عن وجهتي نظر. وجهة النظر الأولى أو ملمحين. الملمح الأول هو تهمات المجلس العسكري بتدبير ما يجري من أحداث العباسية. الملمح الثاني أن هناك ربما تعمد من المجلس العسكري لإطالة فترة المرحلة الانتقالية. إذا هذه الاتهامات، هل هناك من طريقة للتفاوض أو للتعامل في الفترة المقبلة لتجاوز ما يريده المجلس العسكري؟ هل لديك فرصة للتفاوض معه أم للعودة إلى الشارع؟ كيف تسير الأمور؟ نحن قلنا بوضوح أن مسؤولية حماية الثورة هي مسؤولية الشعب المصري كله، ونحن مع الشعب، نحن جزء من الشعب كقوة سياسية وقوة ثورية، وسنكون في الميدان يوم الجمعة، وهذا هو المسار الأصلي الذي يستطيع الشعب أن يحمي به ثورته، وهذا هو المسار الذي أيضا يستطيع الشعب أن يحمي به الانتخابات، أن يكون هناك أمام صناديق الانتخاب ملايين المصريين، 30 35 40 مليون مصري سيستطيعون حماية صناديق الانتخابات وتأمين انتقال سلمي للسلطة. نحن في البرلمان قلنا بوضوح أن البرلمان هو الذي يعبر عن إرادة الشعب عبر النواب المنتخبين بانتخابات حرة، وبالتالي يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بقرارات البرلمان وأن يأخذ إجراء سريع تجاه الحكومة الحالية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا أن يعطي ودن من طين ودن من عجين زي ما بيقولوا. أمامه حلول كثيرة تم طرحها، إقالة الحكومة وجعلها حكومة تسيير أعمال تكمل الفترة الانتقالية، تعديل حكومي واسع أو ضيق بحيث يعفي الحكومة من المساءلة أمام البرلمان، لأن الاستجوابات هتسقط إعادة تشكيل جديد، لكن البرلمان مستمر في إجراءاته. جلسة يوم الأحد وتشاور القوى البرلمانية الموجودة سيحدد ما يقوم به البرلمان ابتداء من الأحد القادم إن شاء الله. أستاذ محمد زكي تفضل. المشير يقتنع مع بعض يقتنع الآن، وماذا سيحدث لو استمر المشير في اقتناعه وانتقلت اختار موضوع من القرار؟ تفضل يا دكتور رحيم. سمعت السؤال؟ لا. بيقول اذا المشير خد قرارات مع الاجتماع ماذا ستفعلون؟ لا، هو الحقيقه ما يحدث اليوم ليس اجتماعا، يعني الاحزاب الرئيسيه، ليس هناك حزب من الاحزاب الرئيسيه حضر الاجتماع، وبالتالي اذا كان هناك اجتماع اصلا فهذا اجتماع ليس معترفا به من الاحزاب الاساسيه، هو جلسه يعقدها المجلس العسكري مع اصدقائه، لكن ليست هناك اجتماعات اليوم، لم تحدث هناك اجتماعات اليوم، وممثلوا الأحزاب الرئيسية موجودون الآن وفي أماكن أخرى، لكن إذا كان المجلس العسكري أو بعض أعضائه يعني يشربون الشاي مع أصدقائهم، بعض أصدقائهم، فهذا ليس اجتماع. لا لا مش موجود. لا لا لا، النور ولا الوفد موجود. ولا النور. فضل حضرتك. دكتور أحمد رمضان من بنين. أول سؤال دكتور عصام الأرياس. بيقول فيها ان الحريه والعداله لم يدع من الاساس لحضور الاجتماع العسكري. تمام دكتور. حضرتك اشرت الى ان هو لم يدع، الحريه والعداله لم يدع من الاساس الاجتماع العسكري، وانتم لا تعلمون شيئا عنه. هذا كان بالامس ليلا، لانه لم تصلني انا، دعنا اخر واحد حضرت عن الحزب انا والاستاذ حسين ابراهيم، اخر اجتماع يوم السبت، فلم تصلنا الدعوات،
جرى اتصال هاتفي صباح اليوم بناء عليه تشاورنا كحزب وقررنا المقاطعة وتشاورنا مع بقية القوى السياسية، بعضهم كان في الطريق والتزمنا جميعا. الحزب المصري الديمقراطي قال ان المجلس العسكري تفاوض مع الذين حضروا والذين امتنعوا الحضور باستخدام القوى المسلحه لفض الاعتصام. لا ده حاجه خطيره، دي حاجه خطيره. تاني كده، الحزب المصري الديمقراطي أيوة. من ساعتين اعلن على رساله الدكتوره بوضاء ان المجلس العسكري تفاوض مع القوى السياسيه التي حضرت والتي لم تحضر، تمام، بخصوص استخدام القوى المسلحه لفض الاعتصام الذي لم تحضر وما حصلش والاحزاب. احنا نستطيع ان نتحدث الان عن القوى التي لم تحضر، احنا ما حضرناش وبالتالي القوى هيتناقش معاها بالراحه. خالص استاذنك بس اوضح، القوى التي لم تحضر بالقطع لم تكن شريكه في هذا اذا كان هذا حقيقي، لكن انا معلوماتي من بعض الذين حضروا ان الاجتماع كان في اطار محاوله ل او طلب من المجلس العسكري للي حضروا ان هم يساعدوه في فض الاعتصام. وانا معلوماتي ان الحزب المصري الديمقراطي انسحب ممثله اللي هو الدكتور احمد المغار بعد 5 دقائق من بدايه الاجتماع، لكن ما فيش اي معلومات عن هذا الكلام. وانا بعتقد ان كل القوى السياسيه لا يمكن ان تتورط في عنف، نحن مع حق التعبير، نحن مع حق التظاهر، مع حق الاعتصام، لا يمكن اي قوه سياسيه عاقله او حتى غير عاقله يمكن ان تعطي شرعيه لعنف او لدم او لاستخدام القوه. استاذ ايمن، اتفضل. دكتور صفراء غني، دكتور صفوت، اتفضلي. حضراتكم دلوقتي قلتوا ان في اتفاق تم بين القوى السياسيه انتهى بالامس، عايزين نعرف ملامح الاتفاق ده بعيد عن المجلس العسكري وحال فعاليات تنفيذه. الحاجه الثانيه، بعد 13 ساعه من مذبحه العباسيه بينعقد دلوقتي اجتماع في حين في بعض النواب اعتصموا فعلا عن الاجتماع وعملوا اجتماع بشري، هل هتنضموا ليهم ولا هيتموقف برضه مجرد بيانات وتعايش؟ اسامه انت تجاوب على هو النواب حزب الحريه والعداله والنواب من غيرهم هناك في الحدث، النائب بعض النواب لنا هناك الى الساعه 2 صباحا، ثم جاء نواب غيرهم واكملوا حتى صلاه الفجر الموقف هناك. ارسلنا قوافل طبيه على مدى 3 ايام السابقه، وسنرسل اليوم مستشفى ميداني، وندعو كل القوى السياسيه للمشاركه في هذا المستشفى الميداني. بعد انتهاء المؤتمر الصحفي يتم التنسيق بين النواب الكتل البرلمانيه المختلفه للنزول هناك للتاكد من الحدث وتامين المعتصمين وعدم قدره احد على الاعتداء عليهم يعني. ثم هناك الدعوه التي اعلنها الدكتور عصام الان بالتوافق مع كل القوى السياسيه على مليونيه ضخمه شديده هائله يوم ان شاء الله الجمعه القادم 4/5 تحقن دماء المصريين وتطالب بتسليم السلطه في موعدها وتطالب باجراء انتخابات حره نزيهه شفافه تنقل السلطه بها من العسكريين الى المدنيين. ما تم الاتفاق عليه بالامس، اولا ان شان الجمعيات التاسيسيه أو شكت القوى السياسية على شبه اتفاق نهائي فيه، وأن المجلس العسكري ليس هو المنصة أو الطاولة التي يتم التفاوض أو الخلاف عندها فيما يخص الجمعية التأسيسية. هذا بالأمس. تم الاتفاق على أن تسليم السلطة في موعده 30/6 هو خط أحمر، وأنه ليس بوسع أحد أن يتوقع ما الذي سوف يحدث لو لم يتم تسليم السلطة في موعدها في 30/6 إن شاء الله. خرجتم الاجتماع موافقين مع القرية وعدالة، خرجتم الاجتماع موافقين نفسه زي ما موافقين على إيه؟ على التشكيل الأخير اللي هو 15% والنسب. لا، إحنا قلنا مع قوى سياسية أن هذه المعايير العامة متفق عليها، وقلنا أن هناك جلسات أخرى. تم الاتفاق بشكل أو بعد الاجتماع العسكري. لا لا لا، كله من قبله. لا لا مش صحيح، تم الاتفاق على ان تعقد. احنا قلنا لهم، احنا اتفقنا ستعقد لقاءات متعدده بين القوى السياسيه لوضع تصور نهائي لشكل جمعيه تاسيسيه ان شاء الله. هذا حضرتك دكتور ايمن نور بقياده الحكومه وزير الداخليه وتسليم السلطه للرئيس السادس تقديم اعتذار رسمي للمجلس العسكري للشعب. ماذا لو اعطى المجلس العسكري الاخر هذه الطلبات ومشي زي الرئيس السابق المقروع عليهم؟ اتفضل يا دكتور صفوت. لا، احنا طبعا المسألة دي لو تمت كل الخيارات هتصبح مفتوحة، ولكنها كلها ان شاء الله ستبقى سلمية. سوف نحافظ على سلمية الثورة مهما كانت الأحداث، ولكن مع هذه السلمية تبقى سلمية هادرة، سلمية تزعزع وتزلزل فعلا أي قوة غاشمة تريد أن تلتف حول إرادة الشعب. الشعب الذي خرج بكل أطيافه وبكل تنوعاته وبكل أعراقه وبكل ملله
نزع وخلع أكبر طاغية في تاريخ مصر، قادر بإذن الله أن ينزع الإرادة وينزع السلطة من أي جهة تريد أن تتغول أو أن تلتف حول إرادة الشعب. صلاحيات مجلس الشعب أن نناقش المادة اللي في الإعلان الدستوري، وقمنا بتعديل تشريعي يكفل قدر كبير من النزاهة، ونطالب الآن وإما أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لما طالب به الدكتور وحيد بأن ينشئ هيئة قضائية للضغط على القرارات اللجنة، وإما أن تعلن اللجنة ضمانات شفافية انتخابات بوضوح من الآن، بحيث يبقى لا يمكن لأحد أن يحتج عندما يكون هذه الضمانات موجودة. أو الاثنين مع بعض. كما أن هناك ضمانات لعدم التزوير على مستوى اللجان الفرعية، فالبرلمان الآن يعد قانون ليضمن عدم التزوير على مستوى اللجان العامة، ويضمن أيضا البرلمان أن تستوي اللجان الانتخابات خارج مصر باللجان الفرعية في مصر، لنحكم كبرلمان الرقابة على اللجان الفرعية وعلى اللجان العامة وعلى الفرز في النهاية. سمعنا ما يهدد هذه الانتخابات، وسمعنا أحد مرشح الرئاسة الذين عمر سليمان حينما يقول أن الديمقراطية ليست الصندوق، إنما الديمقراطية هو الذي يفرز ويعلن النتائج، وهذا نذير خطر شديد. إذا كانت الديمقراطية هي من يعلن ومن يفرز، إن الديمقراطية هي إرادة الشعب وقدرة الشعب على أن يحمي إرادته وقدرة الشعب على أن يحمي صناديقه. وإن شاء الله البرلمان فور عقده إن شاء الله سوف يناقش القانون الذي يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات على مستوى اللجان العامة. بعيداً عن بس إضافة على موضوع المادة 28، زي ما تفضل الدكتور وحيد عبد المجيد وتفضل الدكتور عصام العريان، هناك حل ثالث للحقيقة وطرح أمس في اجتماعات أمس بالأحزاب القوى السياسية كرأي، والحقيقة أنا أرى فيه وجاهة وحضراتكم لازم تعرفوه. مشكلة المادة 28 لتحصيل النتائج، ما يعني ما يضفي عليها كثير من الشكوك، هو يعني ما حدش تخيل إن رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه حسني مبارك للتعديلات الدستورية بالمادة 76 و77 هو يبقى رئيس الانتخابات الرئاسية، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة قررتها عشان تأتي لمصر برئيس جديد بعد حسني مبارك. فبقاؤه حتى الآن دون إقالة، على فكرة هو يعني رئيس المحكمة الدستورية يملك سلطة إقالته أو دعوته للاستقالة وتعيين حد مكانه رئيس الجمهورية، ومن يملك صلاحات رئيس الجمهورية الآن هو المجلس العسكري. فإذا كان المجلس العسكري يريد في ظل المادة 28 حتى أن يرسل رسائل طمأنة لكل الشعب المصري أن هذه الانتخابات شفافة نزيهة، خصوصا بعد ما أصر على وجود أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية وضيع أسبوع من تمرير قانون العزل السياسي اللي أقره للبرلمان، وده إجراء لأي ثورة عشان تحمي نفسها يقوم به نواب الشعب، أحاله المحكمة الدستورية، وبعد ما أحاله المحكمة الدستورية وكانت صفعة عن المحكمة الدستورية ترده تاني لعدم الاختصاص، يعني فوجئنا بعد فترة الطعون بأحمد شفيق يرجع بشكل غير مفهوم. فأنا بعتبر إن يعني نجاح أحمد شفيق في أنه يصل إلى الترشح هو معناه أنه مرشح المجلس العسكري. فإذا كان المجلس العسكري يريد أن يعدل من المادة ويخفف من وطأتها ويعلن للشعب المصري انحيازه للثورة، فليعين رئيسا لمحكمة دستورية آخر من تيار الاستقلال القضاء حتى تثق الشعب المصري في هذا. شكرا جزيلا. أمس الشباب كان له مطلب أنه ما لم تستطع أن تغير نص الدستور أو نص القانون فعليك أن تغير القاضي الذي يرتاح له رأي العام. شكرا جزيلا. أستاذ أسامة بس نعمل مع حضرتك بس على جاهز أنا.